غادي نكملوا مع لي صوم ولي برودوي تيليسكوبيك ودابا غادي نهضروا على لو برودوي تيليسكوبيك الوغ عندي هذا لو برودوي هذا هو الرمز ديال لو برودوي دو ك دو 0 جوسكا ان الا كانت عندي بحال هكا اف دو ك بلس 1 عندي واحد ليكسبريسيون اللي فيها ك بلس 1 سور اف دو ك الوغ كتساوي اف دو ان بلس 1 كنعوض ك ان سور اف 0 علاش كيتساب بلو فالو لي تيرم كنختزلو بداك لي تيرم كتبقى اف دو ان بلس 1 سور اف دو 0 نمشي اخر تكون عندي مقلوبه الا كانت عندي اف دو ك الفوق واف دو ك بلس 1 تحت دونك ك كنعوضوها ب 0 اللي هنا كتقلب هذا اللي فوق دونك هي اف ديال 0 سور اف دو ان بلس 1 دونك دابا نشوفوا هاد لو برودوي دونك 5 لو برودوي دو ك دو 1 جوسكا ان ديال هادشي دونك نحاولوا نبسطوا هادشي دونك لو برودوي دو ك دو 1 جوسكا ان الوغ نوحدوا المقام هنا كامل ك بلس 3 واحد غنضربوا في هادشي دونك هي ك كاري بلس 3k بلس 2 الوغ ايغال لو برودوي ك من واحد لان كامل ك بلس 3 الوغ غنكتب بحال هكا نحاول هادي نعملها ديال التعميل دونك كاري 3k هي 2k بلس ك بلس 2 دونك هو البرودوي ك دو ان جوسكا ان الوغ هنا نعمل دونك ما بين هذا وهذا غادي نعمل ك بلس 2 دونك ك بلس 2 دونك نعمل هنا ك عفوا نعمل بدا ك دونك عملت ك بقات ك بلس 2 هنا بلس ك بلس 2 هذا ك عامل ك بلس 3 دونك هو لو برودوي دو ك دو ان جوسكا ان Donc on a mis k plus 2, 1000, k plus 1. Alors k à 1000, k plus 3. Donc on va faire un petit donc on va dire le produit télescopique. Alors là, tu m'as dit, on a un k plus 2, mais on va faire un petit k plus 3. Ça fait, on a dit qu'on a l'abdor de f de k, on a dit qu'on a l'abdor de f de k plus 1. وعندي ك بلس 1 غتمشي مع ك هذه كتلعب الدور ديال اف دو ك بلس 1 وهذه الدور ديال اف دو ك دونك هو لو برودوي دو ك دو 1 جوسكا ان غادي نفرقهم دونك ك بلس 2 سور ك بلس 3 فوا لو برودوي فرق هاد لو برودوي ك دو 1 جوسكا ان ديال اش ديال ك بلس 1 سور ك الوغ هذا هو يعني البرودوي تيليسكوبيك الوغ هذا قلنا كتلعب الدور ديال اف دو ك وهذه اف دو ك بلس 1 صافي دونك شنو كتساوي مادام هذه الصغيره يعني كتلعب الدور ديالها غنعطيها دونك هذه القيمه واحد اذا كتساوي واحد زائد جوج دونك هي 3 سيغ وهذه هي الكبيره دونك نعطيها ان دونك ان بلس 3 فوا هذه دونك هي الكبيره دونك ك بلس 1 هنا ندير نعوض بلاصي ك ان دونك ان بلس 1 وهنا كنعوض بلاصيها بواحد دونك واحد دونك النتيجه الفينال دونك هي 3 عامل ان بلس 1 على n plus 3 وهكا كنكونو حسبنا هاد لو برودوي دابا غنحسبو هاد 6 اللي هي لو برودوي دو ك دو 2 جوسكا ان ديال 1 ناقص هادشي الوغ سميت هاد البرودوي كامل سميتو ا غادي نخدم طريقه اخرى على الطريقه اللي درتها في ليكزومبل 5 غادي نحاول نشد هاد ا غادي ندير له الاي الالين دونك اول حاجه شوفوا معايا مزيان هاد ا بعدا ايغال نوحدو بعدا هاد مقامات دونك الى واحد المقام شنو كتجي ك عامل ك بلس 1 هنا شنو كتجي كتجي ك كاري واحد غنضربو في هذا دونك ك كاري بلس ك موان 2 الوغ ا ايغال لو برودوي دو ك من جوج ل ان ديال ك عامل ك بلس 1 وهادي هي واحد البولينوم دونك نديرو لها هي التعميل دونك راه هي ك moins 1 ça fait donc 1000 k plus 2 alors d'abord هذه هي العباره ديالي ا alors الا لاحظتوا معايا مزيان هاد k plus 2 راه موجب لان k بادي من جوج k راه كبير على جوج اكبر من يساوي جوج دونك حتى k moins 1 راه موجب موجب قطعا k راه موجب قطعا k plus 1 هو موجب قطعا الوغ دابا شوفوا معايا مزيان غادي نشد هاد ا غندير لها الان دو ا ندخل الان بي
دونك حتى انا غندخل الان ديال اش ديال هاد لو برودوي دو ك من جوج الان 2k moins 1 fois k plus 2 على k عامل k plus 1 الوغ شنو كنعرف كنعرفوا الالين ديال البرودوي ملي كيكون عندي البرودوي في الالين يعني الالين مثلا الا خديت الالين ديال ا فوا بي بحيث ا نقولوا موجب قطعا و بي موجب قطعا دونك هي الين دو ا بلس الين دو بي الا كانوا موجبين قطعا دونك نفس الشيء الوغ الالين ديال البرودوي كيرجع صوم دونك الالين ديال هاد لو برودوي غادي يرجع على شكل لا صوم كيتحول الى مجموع دونك هو لا صوم ديال اش 2k من 2 الان ديال اش ديال الالين ديال هادشي الالين ديال k موانز 1 عامل k بلس 2 سور k عامل k بلس 1 صافي اتفقنا دونك كان عندي برودوي الالين الالين ديال البرودوي كيرجع هو لا صوم ديال الالين مزيان دونك كتساوي لا صوم دو k من 2 جوسكا n الوغ شكون معايا مزيان هاد الالان غادي ندير له بحال هكا باش نفرقوا الالان غادي نجيب ك موانز دونك غادي ندير تحت منها ك فوا مضروبه وغادي ندير هنا ك بلس 2 تحت منها ك بلس 1 الوغ كتساوي لا صوم ك من جوج الان الوغ حنا كنعرفوا الالان ديال الضرب هذا هو ا سميه كامل ا وهذا كامل سميه بي اصلا كي داير عندنا ا راه موجب وحتى بي راه موجب قطعا جوج بهم دونك الالين ديال ا فوا بي هو الين دو ا بلس الين دو بي دونك هو لا صوم ديال اش الالين ديال الاول ديال ك موانز 1 سور ك دونك بلس الالين ديال ك بلس 2 سور ك بلس 1 الوغ عندي هذا المجموع هذا المجموع بيناتهم زائد دونك ملي كيكون زائد حنا كنعرفوا المجموع مثلا ديال ا اي بلس بي اي هذه قاعده la somme مثلا ديال AI plus BI بحال هكا هو la somme ديال AI plus la somme ديال BI دونك هذه القاعده اللي غنطبقها دونك هادشي شنو غيعطيني سي la somme K من 2 ل N ديال LN de K moins 1 sur K plus la somme de K من 2 ل N ديال LN K plus 2 sur k plus 1. Alors, had ln hada, kanaf ln ln, ln de a sur b, ou ln a moins ln b. Alors, chou katani had natija, katani, la somme de k min 2 ln, ou hada gadi farqam, ou ln diel h, k moins 1 moins ln de k. Hiya, hadi loula, zaid mchou tania, la somme k min 2 n عاوتاني هادي شنو كتساوي ln ديال k plus 2 plus 2 ناقص ln ديال k plus 1 الوغ هادشي شنو كيساوي عاوتاني هنا عندي ناقص يعني عندي جمع يمكن نفرق هاد لا صوم دونك هو لا صوم الا تفكرتوا ما غاديش نفرق هادو دونك هذا باش كيفكركم هذا هو داك الا تفكرتوا هو لا صوم تيليسكوبيك هو هذا شنو هو لا صوم تيليسكوبيك كيكون عندك ك بلس 1 وعندك ك مثلا هذه ك موانز 1 هاد الالين ديال ك موانز 1 هي غنسميها غادي نسميها اف دو ك وهذه ناقص مثلا وهذه شنو غنسميها هي اف دو ك بلس 1 هي هذه صافي دونك ك بلس 1 هي ك وهادي اللي كتلعب الدور ديال اف دو كا هي كا موانز حقاش هي كا موانز الا زدت عليها واحد كتعطيني كا دونك نمشي هنايا هنا الالين ديال كا بلس 2 كيلعب الدور ديال اش كيلعب الدور ديال اف دو كا بلس 1 مزيان وهذا كيلعب الدور ديال اف دو كا حقاش كا بلس 1 الا زدت عليها واحد كتعطيك كا بلس 2 الوغ هادشي شنو كيساوي الا بغينا نرجعوها بحال الكتابه اللي كنا عرفوها في الاول نقدر نقلب نعمل بالناقص ونخرجها لبرا ولا نخليها هكا دونك هادشي شنو كيساوي هذا هو اف دو كا دونك اف دو كا شنو كنعطيك كنعطيك القيمه الصغيره يعني جوج اذا شنو كتساوي هادي هي الالين ديال اش هاد كا باش غنعوضها بجوج جوج ناقص واحد يعني الين واحد ناقص
هنا الالين دو كا هي اللي كيلعب دور ديال كا بلس ان دونك باش نعوضها بان موان الالين دو ان بلس نمشيو للثانيه دونك هادي كتلعب دور ديال كا بلس ان غنعطيها ان دونك هي الالين ديال ان بلس 2 ناقص هادي كتلعب دور ديال كا غنعطيها القيمه الدنيا اللي هي 2 دونك الين جوج زائد واحد هي 3 دونك هادي هي النتيجه التاليه الالين دو واحد هو 0 الا بغينا فقط باش نبسطو شويه دونك النتيجه الثانيه الين او نبدا بهذه هي الالين ان زائد 2 ناقص الين ديال 3 هي الين ان بلس 2 سور 3 موا الين 3 وهذا الشيء شحال كيساوي كيساوي كنعرفوا هذا ناقص هذا هو الالين ديال هذا مقسوم على هذا صافي دونك هو الالين ديال ان بلس 2 sur 3 شنو غندير مقسوم على 3 دونك كتساوي الالين ديال ان بلس 2 وهنا غترجع في 1 على 3 دونك 3 في 3 هي 9 الوغ هادشي كله شنو كيساوي هذا راه الالين دو ا اللي كنت كنحسبو دونك حنا عندي الين دو ا كتساوي الالين ديال هادشي اصلا هذا عدد موجب قطعا وهذا حتى هو موجب قطعا دونك ا شحال كتساوي كتساوي ان بلس 2 sur 9 donc d'abord nous avons la somme de k de 1 jusqu'à n ديال هذا الشيء هذا donc نبسطو شي شويه donc la somme k من 1 ل n هذا sinus نقدر نكتب على شكل مال عندي 1 على k عامل k زائد 1 donc شوفوا معايا مزيان عندك لتحت 1 على k عندك الكوسينوس ديال 1 على k غادي نحاول نخرج السينوس ديال 1 على k وهنا عندي كوسينوس 1 على ك بلس 1 هنا غنخرج السينوس ديال 1 على ك بلس 1 دونك هادي غنفرقها هي 1 سور ك وهنا 1 سور ك بلس 1 وهنا 1 راه هي هادي الى وحدنا المقامات كتجي هي ك بلس 1 ناقص ك دونك هي 1 على ك عامل ك بلس 1 وهنا كوسينوس 1 على ك مضروبه في كوسينوس 1 على ك بلس 1 الوغ كتساوي لا سوم ك من 1 الان الوغ هنا كنعرف واحد القاعده كنعرفوها ديال السينوس هذا نسميه ا وهذا بي كنعرفو كاملين السينوس نكتب هنا سينوس ا ناقص بي شحال كيساوي سينوس ا ناقص بي هو السينوس ديال الاول ديال ا مضروبه في الكوس ديال بي ناقص عاود نقلب من دابا كوسينوس ا مضروبه في سينوس بي الوغ شنو كتساوي سي كو موان كو سي صافي دونك هذا هو ديال انا نطبق لي هاد القاعده الو شنو كتساوي هذا لا سون ديال اش السينوس ديال الاول يعني السينوس واحد على ك فاش مضروبه في الكوس ديال الثاني في كوس واحد على ك بلس 1 ناقص غادي نقلب من دابا كوس واحد على ك فاش مضروبه في السينوس واحد على ك بلس 1 هادشي كامل مقسوم على كوس واحد على ك في كوس واحد على ك بلس 1 الو كتساوي لا سو حنا عندنا ناقص حنا في الناقص كنقدر نفرق غادي نفرق الكسر دونك هو لا سوم ك من واحد الان غادي ندير الاول سينوس واحد على ك في كوسينوس واحد على ك بلس وفي المقام عندي كوسينوس واحد على ك في كوسينوس واحد على ك بلس ناقص نقدر ندير ك هنا واحد نكتبوا يعني فرق دابا الكسر دونك انا شنو غنكتب هنا كوسينوس واحد على ك في سينوس واحد على ك بلس 1 على كوسينوس واحد على ك في كوسينوس واحد على ك بلس 1 الوغ نسد هادشي دابا غادي نختزل دونك عندنا الكوس مشى مع الكوس هنا وهنا عندنا كوس واحد ك مشى مع دونك شنو بقات النتيجه التاليه لا سوم ك من واحد حتى الان الوغ شنو بقات سينوس واحد على ك مقسوم على كوس هنا نفس العدد هنا واحد على ك وهنا واحد على ك دونك شنو هو السينوس على الكوسينوس هو الطونجونت اذا هي طونجونت ان سور ك موا حتى هنا السينوس على الكوس وعندنا نفس الحاجه واحد على ك بلس 1 واحد على ك دونك هي طونجونت دو ان ك بلس الوغ هذا سي ان سوم كي داير سي اون سوم كي دايره تيليسكوبيك ها هو نفس التعبير
التعبير هذا هو هذا هذا كيلعب الدور ديالاش اف دو كا وهذا كيلعب الدور ديالاش ديال اف دو كا بلس 1 ها هو هنا عندك كا وهنا عندك كا بلس 1 نفس التعبير الوغ شنو كتساوي دابا هذا كا كنعطيه القيمه الصغيره نعطيه واحد يعني غنعوض كا بواحد دونك هي الطونجون ديالاش واحد على واحد دونك هي واحد موان طونجون هذا كيلعب الكبير الكبير باش كنعوض هنا ان دونك طونجون دو 1 سور ان بلس 1 دونك هذه هي النتيجه اللي توصل دونك هي طونجون واحد ناقص طونجون 1 سور ان بلس 1 هكا كنكونو حسبنا هاد لاصو اذا نشوفوا هاد لاصون التاليه اذا هاد لاصون ك من جوج الان ديال هاد الالين الوغ غادي شنو كيساوي عندي المجموع la somme de k من 2 jusqu'à n alors هذا ln وعندي لداخل منه هذا الشيء دونك غادي نفرقوا شنو غادي تجي هو ln ln او كاري يعني هو ln في ln ln ديال k بلس 1 وهنا عندي ln 2k وهنا غادي ندير ln 2k بلس 1 وهنا ln ديال k بلس 2 alors هذا كامل سميوه a راه موجب لان اصلا ك يعني اكبر من يساوي جوج حتى هذا موجب سمي هذا او هذا سميه بي دونك شنو كتساوي هو لا سوم ك من جوج الان حنا كنعرفوا الان ديال ا في بي هو الان دو ا بلس الان دو بي دونك هو الان ديال الاول دونك الان ديال ك بلس 1 سور الان دو ك هذا هو ا زائد الان ديال بي شكون هو بي هو الان ديال ك بلس 1 sur ln k plus 2. Alors, كتساوي لا سوم من k من 2 ln هذا نقدر نفرقوا هذا المجموع دونك الا بغينا نفرقوا شنو غتجي هو المجموع ديال هذا الاول زائد المجموع ديال هذا الثاني دونك ln ln 2k plus 1 sur ln 2k plus la somme de k 2 عفوا هنا جوج جوج ln 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 de k plus 1 sur ln k plus 2 alors la somme de l'ouche c'est la somme k من 2 ln كان عفو ln هذا نسميه a déjà عندنا هذا موجب وهذا موجب لان قلنا k اكبر من 2 alors ln ديال a على b هو ln ديال a moins ln de b donc هو ln ديال ln k plus 1 moins ln ln 2k دونك هذا التعبير الاول كامل نديرو هنا كامل ما بين ديرنا لي بارون موان او زائد نمشيو للسيغما الثانيه سيغما ك من 2 ln عطيني بنفس الطريقه ln ديال ا ناقص ln بي دونك ln ln ك بلس 1 موان ln ln ك بلس 2 دونك كندير هادشي الوغ لاحظتوا معايا مزيان هذا كيلعب الدور هاد التعبير هذا راه هو هذا نفسه غير هذا كيلعب الدور ديال اف دو كا بلس 1 وهذا كيلعب الدور ديال اف دو كا الوغ شنو كتساوي النتيجه قلنا هاد كا دابا هذا هو اللي كيلعب الدور ديال اف دو كا بلس 1 الوغ غنعوض كا غنعوضها بان دونك شنو كتجي الان الان ديال ان زائد 1 مزيان ناقص الان وهذا كيلعب الدور ديال كا غنعوض بجوج الان ln ديال جوج زائد نكمل هنايا عاوتاني هنا شكون اللي كيلعب الدور ديال ك اللي كيلعب الدور ديال ك واللي كيلعب الدور ديال ك بلس 1 الوغ هذا كيلعب الدور ديال ك لحقاش هذا الصغير وهذا كيلعب الدور ديال ك بلس 1 دونك الصغير غنعوضها بالقيمه الصغيره اللي هي جوج دونك زائد ln ln ونعوض ك بجوج دونك ln 3 ناقص ونعوض هنا عاوتاني ln غنعوض دابا ك غنعوض بواحد ln ln ديال ان بلس 2 دابا غادي يبقى لنا غير التبسيط دونك ln ديال هذا ناقص ln ديال هذا كنعرفوا ln ناقص ln شنو كيساوي هو ln ديال اش ln دو ا ناقص ln دو بي هو ln دو ا سور بي ln ln ديال ان بلس 1 على ln 2 زائد عاوتاني عندي الالين ناقص هاد الالين دونك هو الالين ديال ا هو هذا سافو دير الالين 3 على الالين ديال ان بلس 2
الا بغينا نزيدو نبسطو الان هذا كامل نسميها ا وهذا نسميه بي الان دو ا بلس الان دو بي الوغ شنو كيساوي هو الان ديال الضرب ديالهم دونك الا بغينا نبسطوها دونك الان ديال الضرب دونك هذا في هذا دونك شنو كيساوي الان ديال 3 مضروب في الان ديال ان بلس 1 على الان ديال 2 مضروب في الان ديال ان بلس 2 دونك هذه هي النتيجه فينال اللي تحصلنا عليها ديال هاد لا الصوم.